بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والعن عدوهم، العن عدو علي، العن عدو فاطمة. مظلومية فاطمة الزهراء عليه السلام وما يترتب عليها كما في صحيح البخاري. هذا الفيديو إلى أخواننا هم ما يسمى بأهل السنة، أو في معتقدنا هم المخالفين. صحيح البخاري طبعا في الطبعة الأصلية الصحيحة المطبوعة 1272 هجرية، طبعا مطبوعة في العهد الأوزبكي أو في العهد العثماني في دار إحياء التراث العربي، طبعا مخطوطة هي، لكن مطبوعة لا شيء، الطبعة من المخطوطة. نلاحظ ما أورده البخاري في باب غزوة خيبر، في باب غزوة خيبر. يقول: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة. عن من؟ عن عائشة طبعا، إن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ كما موجود في صحيح البخاري حتى لا حتى الآل ماضي، فحتى لا يقول أنه حرف في كلمة أو هكذا. عن عروة عن عائشة: إن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرت، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. طبعا وجدت فاطمة على أبي بكر، وجدت كما في لسان العرب لابن منظور، يقدر أي إنسان يراجع كلمة وجد بمعنى غضب، وجدت غضبت. إذن ففاطمة عليه السلام غضبت على أبي بكر ولم تكلمه حتى وفاتها التي توفت بعد رسول الله. طبعا حديث طويل وبعدة معاني أخرى ممكن نستفاد منها في مباحث أخرى، لكن قرأت هنا أنها وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها يعني علي عليه السلام ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، لأنه لم يخلي أبو بكر يصلى عليه، وصلى عليها يعني علي، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر عليا وجوه الناس، يعني الناس تغيروا بعد وفاة فاطمة الزهراء، وضعت النبي على أمير المؤمنين، وهي ما خرجت إلا المهمة، لا أيضا ببحث عقائد، وإنما على قدر ما مكتوب في البخاري. نلاحظ أيضا في باب مناقب فاطمة، إذن فاطمة عليه السلام وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت كما في صحيح البخاري طبعا في باب غزوة خيبر. أما في باب في صحيح البخاري نفس الطبعة في باب المناقب، مناقب فاطمة، مناقب فاطمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، يعني أفضل من مريم، أفضل من خديجة عليه السلام، أفضل هكذا، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. الحديث المطلوب من عندنا احنا المطلوب من عندنا احنا نقرأه، يقول: حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عينيه عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة، طبعا مكتوب هنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. انتبه، فاطمة بضعة مني، ف
فمن أغضبها فقد أغضبني. في الحديث السابق فاطمة ماتت واجدة على أبي بكر فلم تكلم حتى توفيت، والوجد قلنا في لسان العرب معناتها الغضب، وهنا رسول الله يقول في صحيح البخاري فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. شنو يترتب هنا؟ صحيح البخاري صحيح كله عند السنة. شنو يترتب؟ القرآن الكريم، هذا بعد كتاب الله، في سورة الأحزاب في آية 57، سورة الأحزاب آية 57: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. شنو يترتب على هذا الأمر؟ القول متروك لكم إن كنتم منصفين وأصحاب عقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.